بيج 80، بج 80، جزئية الهوم ورك اللي كانت عندي على الحصة اللي فاتت اللي هو اكسرسايز على البريزنت present simple وكمان النير near future. النقطة الأولى عندي في الأندرلاين بيقول لي فادي not go not go to the club. يلا يا حور فادي does برافو عليكي، ممتاز أنا كنت بفكرك لي إجابة تانية does not go اللي هي doesn't go لأن أنا عندي go قلنا does ما ينفعش أقول is وأنا عندي go لو هقول is كنا عايز بعدها إن جي إنما هنا لوجود go <applause> لوجود go الفعل في المصدر فأنا استخدمت does تمام يبقى number one does number two جود اللواتي بقول they a nice car they a nice car have <applause> they have قلنا مع they أو الجمع بستخدم have تمام جودي محمد يلا نمبر three بقول you see you use هنا your mobile everyday دو. أقول إيه ها do do برافو do you use نادين school يعني it school يعني it نادين ها نمبر four بيجنز uh, بيجنز يبقى سكول بيجنز ان سبتمبر يعني المدارس بتبدا او المدرسه بتبدا في شهر سبتمبر يبقى لان كلمه سكول مفرد وقلنا مع الهي والشي والات بستخدم الفعل مضاف له اس يبقى انا بقول سكول بيجنز نمبر 5 جو دلواتي وي تو سكول ان ذا مورنينج جو مش يا تو سكول يبقى جو تو يبقى هقول وي جو وي جو وي جو تو <applause> سكول ما اقدرش اقول ما اقدرش اقول جوينج لان انا ما عنديش لا ام ولا از ولا ار يبقى بقول وي جو بس نمبر 6 يلا يا حور العبي يا حور كمان العبي العبي نمبر 6 شي دازنت حور لايك <applause> شي doesn't لايك like. قلنا بعد دونت و doesn't الفعل في المصدر يبقى لايك like بس نمبر 7 يلا يا جودي it often it often rains rains مع الهي والشي والات بستخدم اس يبقى it rains وأوفن زي always زي sometimes زي usually من الكلمات اللي على زمن المضارع البسيط يعني يجي معاها rain رين او rains بس انا عندي it وقلنا مع الهي والشي والات بضيف اس يبقى rains يلا نمبر 8 يا نادين عمر نيفر عمر نيفر عمر نيفر ويرز ويرز تمام عمر نيفر ويرز جينز عمر ما بيلبس جينز يبقى ويرز لان عندي فاعل مفرد اللي هو عمر يبقى استخدمت الفعل باضافه الاس ويرز نمبر 9 يلا يا جودي دواتي بقول ندى ووش ذا ديشز هسال بداز ونحط كويشن مارك في نهايه الجمله يبقى داز نادا ووش ذا ديشز ونحط كويشن مارك في نهايه الجمله يلا يا حور هاو اوفن دو يو جو بس جو بس طبعا لوجود دو فانا عايز بعدها الفعل في المصدر اللي هو جو نشوف جزئيه ال الجمله الاولى بقول اي never play باسكت بول يلا يا جودي اي نيفر play باسكت بول اسالي لي بهاو اوفن How, play basketball. how often do you play basketball يبقى هاو اوفن دو يو بلاي باسكت بول بسال بدو لان انا الفعل عندي في المصدر يبقى هاو اوفن دو يو بلاي باسكت بول نمبر 2 سامي درينكس كوفي سامي درينكس كوفي جودي دلوقتي انفي استخدمي نوت سامي doesnt drink coffee برافو عليكي سامي doesnt drink كوفي يبقى بعد doesn't الفعل يرجع تاني لاصله اللي هو درينك بس يبقى سامي doesn't drink كوفي ن... تمام يلا يا حور بقول نو no, فارس doesn't like كولا اسالي داز. داز. Uh, فارس does does فارس فارس لايك كولا كولا هو فارس بيحب الكولا وكويشن مارك نادين بيقول I read books every day. I read books every day. استخدمي نوت. I I don't, every every don't. I don't read books every day. برافو عليكي. يبقى لوجود هنا read الفعل في المصدر بعوض عنه في النفي ب don't يبقى I don't read books every day. نمبر 5 ايوه. هو في <applause> في نمبر نمبر 5 هتبقى يو وير جينز تمام من ما هو ما احنا لسه هنحلها اهو نمبر 5 لما اقول يس وي وير جينز يبقى دو يو وير جينز ليه لان الوي او الاي اصلها في السؤال يو الوي او الاي اصلها في السؤال يو يبقى دو يو وير جينز كويستشن مارك نمبر 6 she learns French. عايز استخدم they يعني حول من yeah, مفرد yeah. لجمع. أيوة. ممكن أنا؟ يلا حور. لا أنا جودي. يلا جود. she learns French. عايز استخدم they. They... لا Learn, they learn, learn, they learn, learn French. French. يبقى أنا استخدمت زي بدل شيء. وحذفنا الاس لان هنا الفاعل بقى جمع يبقى they learn English هم بيتعلموا uh, sorry French فرنساوي number seven they feel sick عايز استخدم هي يلا يا حور he he feels sick he feels sick ودي خدناها من اول unit في كونكت تمام علي is at home عاوز استخدم هنا علي and هبه يلا يا نادين حاضر <applause> يا شيخ اخر سؤال صح ايوه ايلا اند هبه ار ات هوم ات هوم تمام <applause> برافو عليك يبقى انا كان عندي عالي استخدمت از لما يبقى عالي عندي هبه هقول ار ات هوم تمام طيب نروح لجزئيه الاختياري الجمله الاولى عندي يلا يا جودي دلوقتي we going to learn. we are. we are. are number two حور. your heart your heart But. your heart huh? beats But. your heart beats يعني بيدق أو بينبض سبعين مرة في الدقيقة. يلا يا جودي your ear ماما move the blood around your body. مين المسؤول عن حركة ال في الجسم؟ <applause> Your heart. heart your heart, heart. your heart نادين our brain. A controls everything our brain. our brain our brain, brain. 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 مخنا هو اللي بيتحكم في كل حاجة في الجسم our brain number five جود اللواتي our helps us move

to the longest to the longest to the longest تمام يلا نمبر 9 جودي بونز ار البونز دي بنسميها ايه بنوصفها انها ايه هارد البونز دي هارد يعني صلبه او جامده تمام نمبر 10 جودي لواتي وي نيد ايه يا ماما ها تو موف اور بونز مستني مستني جودي لواتي نمبر 10 مسلز مسلز احنا محتاجين للعضلات طبعا عشان تحرك العظم بتاعنا مسلز نمبر 11 حور اي جوينج تو وير بادز اي اي ام اي ام نادين هي از هي از جوينج جوينج تو جوينج تو ام از ار جوينج تو زائد المصدر يبقى از جوينج تو نمبر 13 جودي لواتي She's going to A, mama, the rock. Climb. Climb بس. Climb. Climb. البي طبعاً مش بنطقها سايلنت يبقى اقول كلايم بس اللي هو المصدر. لإن عندي going to بيجي لي بعدها الفعل في المصدر. يبقى climb. Number 14 نور هانم. I play outside. Don't. I don't. انت كنت فين أساساً؟ معلش يا سيد بس كان النت ما وصل ماشي. Number 15 نور برضه whenever whenever breakfast. skip. whenever. Skip. skip. يعني ما بنفوتش الفطار whenever skip breakfast يعني ما نفوتش الفطار الجملة الأولى في الترتيب يلا حور. I love games video لا I love video games اسمها video games اسمها

Lungs are important. اه lungs are important، الرئتين طبعا مهمين. نعمين. خلي يا جودي خلي يا سير جودي تقولها عشان هي ما قالتش. حاضر، حاضر، يلا يا جودي، نمبر 1 في الماتش، باور اور سكال بروتكتس؟ Our brain. Our brain، الإجابة سي، يبقى نمبر وان سي. الجمجمة بتحمي المخ بتاعنا. يلا يا نور oxygen از ا جاز which all living, the organisms, all living need. organisms need اللي محتاج له كل الكائنات الحية تمام الإجابة إيه جو دلوقتي she is she is going to go swimming تمام going to go she is going to go swimming تمام number A يلا يا نادين our elbow الكعب بتاعنا our elbow elbow is B الاجابه B is in our arm is in our arm موجود في <applause> ذراعنا يلا والصورة صوره يا حور he is going to drink water water جودي اختها she is going to wear Sunglass. sunglasses 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 تمام نور i never <applause> skip i never skip breakfast breakfast جودي لواتي Our makes us strong هو مين اللي بيخلينا strong. سكرتن. Our skeleton. تمام يلا يا نادين. تايرد. ار اي. -E. -E. Brain. أم... تمام. أم... نيز. أم... تمام شكرا. عايز مين جودي؟ لا انا حور. قولي يا حور. لانجز. اللي يو؟ لا ال الـ ان ال ان كاندي ان ان واي و... و... اقري لي الكلمه دي وكمليها كلمه اهني دي هارت هارت تمام ناقصه ار تي ار تي القطعه اللي عندي اللي بتتكلم عن السكيلتون بقول اور skeleton از اول ذا بونز ذات كيب اس سترونج هو عباره عن العظام اللي بتخلينا اقوياء اند هي هيلبس موف وبيساعدنا على الحركه وي نيد ماسلز احنا محتاجين العضلات طبعا تو موف اور بونز عشان تحرك العظم بتاعنا ماسلز are attached تو بونز يعني العضلات متصله بيه او مرتبطه بيه العظام اند they ليفت اند تيرن بونز سو وي كان ووك يعني هي اللي بتحرك وبترفع آه ال عظام عشان كده نقدر نمشي ونجري ونرقص كمان when we kick a ball, لما بنشوط الكوره muscles make the bones in our leg and knee move لما بنشوط الكوره العضلات هي اللي بتخلي العظم اللي في رجلينا او قدمنا يشوط الكوره muscles in our arms العضلات اللي موجوده في الاذرع عند elbows we كمان الكوع move when you play tennis بيتحرك طبعا واحنا بنلعب التنس او وي يوز ماسلز بنستخدم كمان الماسلز ديت العضلات وين وي تشو فود لما بنمضغ الاكل تو موف ذا جو بون اب اند داون عشان نحرك الفك لاعلى واسفل السؤال الاول وات از اور سكيلتون وات از اور سكيلتون تعريفه ايه تعريفه ايه يلا يا جودي جودي دلوقتي جودي لوتي. our skeleton is all the bones that keep us strong and help us move. برافو عليك السطر الأول كله السطر الأول كله يلا يا نور. نعم. What happens when we kick a ball? When we kick a ball, muscles make the bones in our leg and knee move. تمام اللي هو الجزء ده كده when we kick a ball muscles make The bones in our legs, our leg and knee move. تمام برافو. يلا يا حور. يا حور. موف. يا حور. اللي أنت حطها على الشاشة دي ما تشيليها؟ مش <applause> إحنا يا اللي عاملينها. أنت اللي عملاه. ماشي يا حور. نمبر 3. We need muscles to move. Move. Judy, muscles in our and the elbows move when you play tennis. Arms. Arms. تمام. طيب نشوف المحادثة. أنا بقول في النقطة الأولى Miss Huda teaches a science this year. Miss بتدرس لنا science السنة دي. يبقى السؤال إيه؟ نور هو تيتشز يو يو ساينس ذيس ممتازه ممتازه يبقى هشيل مس هدى واكتب مكانها هو وهكمل جملتي تيتشز بس قصدية لازم احولها ليو ها؟ أه؟ وينفع معاها ضاز ولا لا؟ لا ما ينفعش هنا لا داز ولا اذ ولا اي حاجه في الدنيا طالما بسال عن اول اسم بشيل الاسم واكتب هو بس يبقى هو teaches you science this year مين بيدرس لكم هو teaches you science this year هو teaches you science this year وتبقى الإجابة عندي مس هدى النقطة الثانية بقول أنا. why do we need muscles قال لي to move our bones طب do muscles yes. move yes. when we do sports هقول yes ايه بقى يا حور yes <مسلز> دو, دو, م... دو <applause> طيب ما لا بدل ما اقول ماسلز في الاجابه اقول ايه يا جودي دلوقتي؟ يس <applause> زي دو بس كده بس كده يبقى يس زي دو يس ممكن ممكن بس, بس, بس احنا ممكن نختصرها لا لما في المحادثه كده اكتبها كده يس زي دو دو ماسلز يس زي دو يس زي دو تمام؟ تمام <applause> يا تمام يلا نشوف الكلمات الجديدة مديني هنا مجموعة كلمات أفعال بأسماء مطلوب مني أبقى عارف الفعل والاسم اللي بيجي معاه يعني هنا لما أقول وير بقول وير helmet يرتدي خوذة لما أقول وير <applause> بادز معناها يلبس واقي للكوعين <applause> والركبتين أيوة السلام عليكم وعليكم السلام أنا مامة جيوجي تمام أهلا وسهلا أهلا بحضرتك أنا عندي بس سؤال صغير بالنسبة للسؤال بتاع هو تيتشز أس تمام يعني طبيعة السؤال كده مختلف هم خدوا إن هم يسألوا واللي يبقى الفيرب فوق كده وفيه إي إس والكلام ده ولا كلام زي الفل إيه؟ <applause> <applause> <تأكد> <متح> أيوه طبعا تكون السؤال عادي في أي في أي زمن مفيش مشكلة ولكن في حاله هو بس حاله هو بس اذا كان الاسم أوه. في اول الجمله فانا بشيل الاسم واكتب هو بس بمكان الـ مكان مكان اه انا, بقالي. أنا عارفه بس هم خدوها يعني انا حل، يعني انا قلت لها الحل ممكن يكون حاجه تانية يعني لو قلنا وات داز ميس هدى تيتش يو ذيس يير وهيبقى ده يعني يعني بسال على الساينس مثلا اه تمام مفيش مشكله مفيش مشكله ما فيش يعني مشكله يعني حضرتك لهم السنه اللي فاتت ازاي يسالوا عن جميل. الجمله جميل ما فيش مشكله ولكن انا هناوت قابلني اول اسم اهوت في الجمله باعتبار ان هي الاجابه ان مس هدى مش السراحه عبد السلام يبقى <applause> 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 انا أوه. بقول هو تمام والاجابه الثانيه <applause> صح برضه اللي هي و... و... بس هتبقى أوه. بقى ايه وات سبجكت او ويتش سبجكت اه تمام فهتبقى أوه. يعني هنودي نفسنا سكه ثانيه اه يعني حضرتك كنت شارح لهم قبل كده الموضوع ايوه ده سنة ايوه السنه اللي فاتت واخدين المضارع البسيط تمام وتكوين الاسئله أوه. عنه تمام ايوه لكن الافضل والاسهل هنا انا المعلومه اللي بقولها مس هدى تمام يبقى انا هقول هو تيتشز يو ساينسز هير مين اللي بيدرس لكم السنه دي مس هدى هو ده الحل الاقرب فعلا تمام الأس... الاسهل كمان الاسهل بالنسبه لهم كمان دلوقتي أوه. أوه. تمام تحت امر حضرتك تحت امر حضرتك اتفضل سلام سلام باجي هنا لمجموعة الصور اللي عندي قلت هحفظ الفعل بالاسم اللي موجود معاه فبقول وير ا helmet يعني يرتدي خوذة وير بادز وير بادز اللي هي يلبس واقي للركبة أو الكوع يبقى البادز دي بنلبسها في إيدينا أو فوق رجلينا عشان نقي أو واقي للكوع والركبة يبقى اسمها بادز جو تو ذا بارك قلنا يذهب للبارك الحديقة كلايم كلايم وقلنا البي سايلنت فيها كلايم ذا ماونتن يتسلق جبل رايد هورس بمعنى يركب حصان هيجي لي في الاسئلة يقول لي I can نوت a horse أقول له رايد I can نوت a horse أقول له رايد I not بادز بقول له I wear بادز I not a helmet بقول له I wear a helmet تمام اجي هنا I can نوت the mountain فبقول له كلايم كلايم the مونتن sunglasses لأن ضارت شمس go running go running go بيجيلي دايما بعدها اي ان جي زي جو سويمنج او فيشينج او رانينج بمعنى يجري جو رانينج يعني يذهب للجري يعني بيجري go to bed يذهب للنوم يذهب للنوم او للفراش واتش تي في يشاهد التلفاز او التلفزيون eat او هاف eat او هاف خدناها قبل كده بريكفاست وزيها مع بقيه الوجبات او اي اكل يبقى ايت drink water أو have برضه water يبقى eat breakfast أو have breakfast drink water أو have water بمعنى يشرب مية feel tired and cross feel tired أخدناها قبل كده في المنهج العادي وقلنا feel tired بمعنى يشعر بالتعب أو الإرهاق يعني متعب ولكن كروس جديدة بالنسبة لنا كلمة كروس هنا بمعنى angry كروس هنا معناها انجري غاضب او غضبان يبقى في ده عند كروس يعني يشعر بالتعب والضجر او الغضب كلمه كروس دي. نعمين نعم انا كروس بمعنى تاني الك... لا كروس هنا كروس هنا معناها انجري كروس لما اقول ايم كروس ويز حور يعني انا غضبان من حور يبقى cross with زعلان من أو غضبان من زي angry with ولها معاني تانية كتيرة cross يعني يعبر الشارع يعدي ولكنها هنا صفة بمعنى غضبان تمام؟ مديني بقية الكلمات today chicken dinner never always every night video games weekend how often glass cup mood mood right after rice argument argument how much favorite meal hours outside piece sometimes lunch snacks enough rock <applause> تمام صحيح. نقول لك نعم الايه بيس. بيس 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 قطعه تمام نقول الكلمات تاني <applause> Today, chicken, dinner, never, always, every night, video games, weekend, how often, how, how often, glass, cup, mood, riot, after, rice, argument, how much, favorite meal, hours, outside, peace, peace, sometimes, lunch, snacks, snacks enough روك روك تمام دي مجموعة الكلمات الجديدة طيب مديني مجموعة أفعال مديني الفعل في المضارع اللي هو البريزنت وفي الباست الماضي وفي البي بي اللي هو الباست بارتسبل أو التصريف الثالث للفعل اتفقنا قبل كده إن مجموعة الأفعال اللي عندي اللي فيها اللي بتنتهي بالدي أو الإي دي التصريف الثالث منها نفسه فلو قلت climb climbed سكيب سكيبت تراي ترايد PREFERRED preferred watch watched stay up stayed help helped face faced FACE يعني واجه وفعل هنا بمعنى يواجه worry worried play played لما اجي بقى لمجموعه الافعال الشاذه هلاقي ان ممكن تصريف الثاني زي الثالث وبعض الافعال الثاني بيختلف عن الثالث زي wear WAR worn ride ROAD ridden DRINK drank drank, drank. have had get got sleep slept feel felt find found say said Till told forget forgot forgotten فاذا ايوه هو احنا نحفظ البي بي الاخير المفروض هنعرفها نعرفها بس نعرفها بس لان انا زي ما انا شايفه هوت قدامي المجموعه الاولى مثلا البي بي هو نفسه الباست تمام البي بي هنا هو نفسه هو نفسه الباست يبقى انا لو حافظ الباست اوكي ده واحد نعمين هو ده ايوه ايوه سير هو احنا لازم نحفظ البي بي ما انا بقول اهو انا لما ابص هنا المجموعه دي كده كلها المجموعه الاولى دي كلها الاقي ان البي بي هو نفسه هو نفسه الماضي بس الثاني بقى المجموعه الثانيه الشواذ بقى هلاقيه مختلف شوي هو مش مطلوب منا ان انا بحافظه تمام ولكن علشان بس هو مديهم لي عشان القطعه لما نقرا في القطعه هلاقي ان هو استخدم لي مثلا في جمله من الجمل تصريف ثالث علشان زي مثلا الحته بتاعت are attached ديت او از attached. إيه لما اقول our muscles ار attached. attached ده هو التصريف الثالث هو البي بي تمام ايوه فهو مداني بس عشان موجوده عندي في الجمله عشان ما اسالش عنها يبقى هو التصريف الثالث للفعل فبستخدمه بعد اما او زوار عشان اقول ان الجمله اسمها مبنيه المجهول بس ده مش شغلكم خالص إيه انتوا احفظوا بس الشكل احفظوا شكله بس احفظوا شكله بس تمام أوه. الشاشه متشخبط عليها الشاشه متشخبط عليها عشان انتوا بتلعبوا انتوا اللي لاعبين ومشخبطين عليها <applause> ماشي يا حور ماشي يا حور بوست الحس كده في, في حد ما حد ما هو ما هو ما اهو انا مش عارف اشتغل منها اهو اهو ده وده فين اهو اهو طب و... ليه عملنا اساسا وليه عملنا اساسا انا كده مش هعرف ارفعها على النت لزمايلكم التانيين ماشي make it changes make it changes بمعنى يحدث تغييرات on the weekend في نهايه الاسبوع keep trying يعني استمر في المحاوله خليك حاول تاني keep trying stay up late معناها يسهر لوقت متأخر take a walk يعني يتمشى do exercise يتدرب أو يتمرن forget about معناها يتناسى أو يتجاهل يعني انسى ما تحطش في دماغك forget about at the right time يعني في الوقت المناسب become become come معناها اهدى بتساوي be quiet be quiet اهدى have an argument معناها يجادل أو يناقش يعني بيتخانقوا على حاجة في الآراء أو غيره يبقى إذا لما أناقش زميلي في موضوع ونتخانق مع بعض أنا شايف ده صح وهو شايف إن ده صح فده اسمها have an argument يعني بنجادل ونناقش مع بعض in the morning في الصباح قلناها طبعا قبل كده in مع morning وافترنون evening مع عدا نايت طبعا at night أودير oh بقولها بمعنى يا عزيزي أو يا عيني أو يا لهوتي يا الكلام ده كله أودير oh عندك كمان ويل well دان بمعنى احسنت ستي بوزيتيف ستي بوزيتيف يعني ستي بوزيتيف كن ايجابيا يعني كن ايجابي يعني كن كن فعل خير يعني اعمل كويس اعمل كويس شجع زميلك ما تحبطوش شجعني ما تحبطنيش تمام ستي بوزيتيف كن ايجابي ان جود مود معناها بحاله مزاجيه جيده لما اقول جودي از ان جود مود يعني جودي حالتها المزاجيه كويسه مبسوطه يعني فرفوشه يبقى جود مود يعني مزاج كويس في الانجري بمعنى يشعر بالغضب بكروس ويز غاضب من يبقى قلنا كروس بمعنى غضبان بكروس ويز معناها غاضب من فيس ابروبليم معناها يواجه مشكله يواجه مشكله سكيب بريكفاست معناها يترك وجبه الافطار او يفوت وجبه الفطار ما بيفطرش يعني سكيب بريكفاست لما اجي هنا واقول what are you going to do today what are you going to do today عند طبعا السؤال في زمن اللي هو المستقبل القريب اللي قلنا الحصه اللي فاتت going to المصدر فلما اقول لحد what are you going to do هيقول له i am going to go to the park after school او i am going to play i am going to watch tv i am going to اي حاجه في الدنيا what are you going to do i am going to ومصدر طيب هنا بنقول I am going to have chicken and rice for dinner أنا هتغدى كذا وكذا for dinner على وجبة العشاء أو للعشاء for dinner على وجبة العشاء يبقى قبل الوجبات بستخدم حرف الجر for I am going to have اللي I am going to eat I am going to have يعني I am going to eat والاثنين إجابة على what are you going to do أنت هتعمل إيه أو أنت هتعملي إيه هنا بنقول do you ever skip breakfast هل انت عمرك بتوت وجبه الفطار do you ever skip breakfast فقلت له no I love breakfast لا طبعا انا بحب الفطار I am always I am always hungry in the morning لاني دايما ببقى جعان في الصباح دايماً جعان في الصباح فأنا عمري ما بفوت الفطار يبقى سكيب بريكفاست على بعضها بمعنى يفوت وجبة الفطار do you ever or do you skip breakfast no I don't do you no I don't I'm he is going to wear a helmet when he rides a horse هيركب حصان خلاص he is going to wear a helmet ده كله تطبيق على am و is or are we're going to ده تطبيق على am is or are going to He's going to wear a helmet هيرتدي هيلبس. She's going to wear pads هي تلبس البادز اللي هو الواقي بتاع الذراعين او الركبتين. I am going to wear sunglasses and هلبس نظارة to protect my eyes عشان احمي عنيا from the sun. We are going to drink water after we go running هنشرب ميه بعد ما نجري. She's going to go to bed early هي هتنام بدري. هي هتنام بدري. يبقى اذا كل الجمل اللي قدامي هي تطبيق على جزئيه ام از ار جوينج تو ثم المصدر باجي هنا بيقول لي ميكنج هيلث تشويسز يعني عمل اختيارات او خيارات صحيه بنت ليلى بتقول I sometimes stay up late انا احيانا بأسهر لوقت متاخر on a school night في ليله المدرسه عندي مدرسه الصبح فبسهر الليله اللي قبلها because I like watching TV لأني بحب أتفرج على التلفزيون and playing video games وألعب كمان ألعاب الفيديو. In the morning في الصباح I feel tired and cross ببقى متعبة وزهقانة أو غضبانة. <applause> كابتن أدم بيقول when I find things difficult لما بلاقي إن الحاجات صعبة at school في المدرسة or I have arguments with my friends أو بجادل وناقش مع زمايلي I try to stay positive بحاول أكون إيجابي I like taking a walk أحب أتمشى أو أتصيد في الهواء أو في الخارج because it helps me feel happy and calm ده بيساعدني أن أنا أبقى happy و calm سعيد وهادي دارين بتقول I do exercise every day أنا بتدرب كل يوم بتمرن I play football or go swimming بلعب كرة قدم أو بروح سباحة I like cycling وكمان بحب السايكلينج تو بحب ركوب الدراجات أيضا سايكلينج اللي هو ride a بايك I am always in a good mood أنا دايما مزاجي حلو ومزاجي جيد وممتاز after I do exercise بعد التمرين أو بعد التدريب زين بيقول I like fruit أنا بحب الفاكهة but I eat a lot of sweet snacks أنا بحب الفاكهة ولكن أنا باكل سناكس كتيرة مسكرة Sometimes I feel tired. أحيانا بشعر بإني tired متعب أو مرهق. So I have candy and snacks. ولذلك باخد candy حلويات و snacks وجبات خفيفة كده. My mom says ماما بتقول I don't get enough nutrients. يعني أنا مش بحصل على العناصر الغذائية الكافية أو الكاملة بالنسبة لي اللي المفروض يبقى فيها vegetables و fruits. ملك بتقول I like school. أنا بحب المدرسة. but I sometimes worry ولكن أحيانا بقلق بكون قلقانة because I have arguments لأن أنا بجادل وأناقش خناقات يعني with my friends مع أصحابي. Then I feel angry and sad وبعد ما بنجادل مع بعض ونتخانق مع بعض أنا بغضب وبزعل وببقى حزينة. I don't tell anyone ما بقولش لحد ما بخبرش حد. I play video games أنا بلعب video games and try to forget about it وأحاول forget about something يعني أنسى الموضوع ده وأنسى الزعل ده تمام دي كلها بنسميها healthy choices بنتعلم فيها اللي I feel tired and cross I feel happy and calm تمام اللي هي كمان تراي try to forget about it جزئية تانية مهمة اللي هي in a good mood in a good mood تمام يا حلوين يا يعني هوت مدينا تاني جزئية هو المستقبل القريب باستخدام ام او اذا ورا و going to زايد المصدر لان اولا ام going to wear she is going to go we are going to drink ناس الحصه اللي فاتت لو مدينا اي ام استخدم هي شي هقول له شي از اس جوينج استخدم وي يبقى وي ار جوينج والمهم ان بعد تو دايما الفعل في المصدر بيقول أنا بستخدم going to دهيت عشان أتكلم عن حاجة أنا نويت أعملها وإنتن تو دو ناويين نعملها في المستقبل زي اي ام going to go to the park after school أنا ناوي أروح البارك بعد المدرسة. كلمات الدالة عندي على الزمن ده اللي هو going to بستخدمه مع tomorrow tonight when today و after school تمام يبقى بيجي لي مع كلمات زي أيوه معلومات لطمو... أيوة. حفظ لا يا حبيبتي دولت حفظ تبع الزمن يعني تبع الجرامر دولت كلمات الجرامر نعرفهم نعرفهم ايوه اول ما اشوف tomorrow اقول له going to اول ما اشوف tonight اقول له going to اول ما اشوف أفتر سكول افتر school اهي زي أفتر سكول دي كده اقول له اه يبقى هنا اختار أم going to تمام إز is going to wear a helmet when he rides a horse لما يركب الحصان هيلبس الخوذه طبعا بيقول اختصاراتهم ونفيهم اللي هو am not is not are not going to الكلام ده كله احنا شارحينه الحصه اللي فاتت لو بنسال يا نور شي بقول yes شي is او نو شي isn't are they yes they are or no they aren't امال لو قلت يا جودي are you هقول ايه في الاجابه؟ I, I I am yes I am أو نو no, I am not انا قدامي دقيقتين هنحل فيهم السؤال ده بسرعه نمبر 1 جودي معوض دلوقتي هي از جوينج تو تي او تمام برافو عليكي جودي اي ام جوينج جوينج بقى تمام حور وي ار جوينج تو درينك درينك بس لان جوينج تو مصدر is. Is. نور شي از يا نادين نوت از إيه شي شي اللي بعدها نادين نقط شي اه اه اسمها ايه؟ از إيه. إيه إيه. إيه شي تمام؟ إيه 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 الكلمة ده هي الكلمة ده هي اللي مش واضحة عندنا ده هي أنا اكتبها رانينج الكلمة ده هي رانينج رانينج جذبناها؟ اه R U N N I N G running تمام معايا واجب 88 89 90 معانا في الواجب بس كده لحد 90 لحد 90 90 تمام ما ناخدش الكلمات دي انهين 91 دي او دي لا 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 لحد 90 بس اوكي تمام تمام Yeah, man. You're a lovely boy. Bye. Bye. Bye.